باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سنكسار اليوم 28 من شهر كيهك المبارك. أحسن الله انقضاؤه وأعاده علينا وعليكم، ونحن وأنتم في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم الرب يا آبائي وأخوتي أمين. في مثل هذا اليوم رتبت الكنيسة المقدسة أن يكون اليوم برامون عيد الميلاد المجيد. العادة أن يكون البرامون يوما واحدا، ولكن إذا وقع العيد يوم الاثنين فيكون البرامون أيام الجمعة والسبت والأحد، وإذا وقع العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي الجمعة والسبت. وكلمة برامون يونانية الأصل معناها الاستعداد للعيد، وتعني هنا الاستعداد لاستقبال ميلاد الرب بصوم انقطاعي فوق العادة. نسأل مخلصنا الصالح أن يطهرنا من خطايانا ويجعلنا أهلا لاستقبال ميلاده العجيب استقبالا روحيا لائقا له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس أمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية استشهد 150 رجلا و24 امرأة. كان هؤلاء من مدينة انصنا، هي مدينة قديمة حاليا باسم الشيخ عبادة شرقي مدينة ملاوي بمحافظة المنيا. يعبدون الأوثان، واتفق حضورهم إلى دار الولاية فشاهدوا الجند يعذبون القديس بولس السورياني. وردت سيرة القديس بولس السورياني تحت يوم 9 أمشير، وقد أمر الوالي أن تحمى مسامير في النار وتوضع في عيني القديس، ثم ألقاه الجنود في السجن. وفي الصباح عندما أحضره الجند كان هؤلاء الرجال والنسوة حاضرين، فرأوا عينيه سالمتين كما كانت أولا، فتعجبوا قائلين لا يقدر أن يصنع مثل هذه الآية إلا الإله الحقيقي خالق الطبيعة ومبدعها من العدم. ثم صاحوا بفم واحد قائلين نحن مؤمنون بإله القديس بولس، وتقدموا أمام القديس طالبين أن يصلي من أجلهم فدعا لهم. وبعد ذلك تقدموا إلى الوالي واعترفوا بالسيد المسيح، فأمر بقطع رؤوسهم ونالوا أكاليل الشهادة. بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.